السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لفرض المرحلة الأولى، الفرض الأول في الدورة الأولى، مادة التربية الإسلامية للمستوى الثالث. كالعادة ستجدون صورة هذا الفرض بصيغة PDF في صندوق الوصف. نبدأ على بركة الله. إذا مكون القرآن الكريم، التزكية، الصدر، الصور التالية، الشرح، العصر والنصر. إذا ننتقل للسؤال الثاني. اكتب اسم الصورة المناسبة تحت كل آية. إذا جاء نصر الله والفتح وتواصوا بالصبر ورفعنا لك ذكرك. إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتواصوا بالصبر، إذا تواصوا بالصبر آية كريمة في سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا سورة العصر، ورفعنا لك ذكرك، إذا آية في سورة الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا سورة الشرح، سورة الشرح، هذه الآية توجد في سورة الشرح. سورة الشرح. ضع علامة أمام الجواب الصحيح. الذين آمنوا وفازوا بالجنة هم الذين عملوا الصالحات، الذين تواصوا بالظلم، الذين عملوا السيئات، الذين تواصوا بالحق. إذا الذين آمنوا وفازوا بالجنة هم الذين عملوا الصالحات والذين تواصوا بالحق. مكون العقيدة. إذا صل كل آية بسم الله الحسنى المناسب. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هل هو الغني أو الرزاق؟ إذا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق. والله هو الغني الحميد، الغني. إذا الغني. التمرين رقم 2، كم عدد أسماء الله الحسنى؟ إذا عدد أسماء الله الحسنى هو 99 اسما، 99 اسما. ماذا أقول عندما أشاهد شجرة كبيرة؟ ماذا أقول عندما أشاهد شجرة كبيرة؟ أقول سبحان الله. الاقتداء، مكون الاقتداء. ما هي المهن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها قبل البعثة؟ إذا كان في صغره يرعى الغنم، رعي الأغنام، الأغنام في طفولته، وحين صار شابا عمل في التجارة. إذا رعي الأغنام في الطفولة والتجارة، هذه هي الأعمال التي، المهن التي كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. إذا الاسم الشخصي، عفوا أقرأ السؤال بداية. أملأ البطاقة المحمدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الاسم الشخصي هو محمد، ومحمد هذا هو اسم رسولنا الكريم. محمد اسم أمه آمنة بنت وهب، بنت وهب. اسم أبيه عبد الله. اسم جده عبد المطلب. عبد المطلب. اسم مرضعته حليمة السعدية. حليمة
حليمة السعدية اسم قبيلته قريش. تاريخ ولادته اليوم هو الاثنين. الشهر ربيع الأول. العام عام الفيل. إذا تاريخ ولادته هو الاثنين شهر ربيع الأول عام الفيل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.